اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من الصعيد، صعيد مصري الجميل اللي بنفتخر بيه والريف المصري. انا لما بعمل اكلات من الزمن الجميل ولها التراث المصري واخد الشعار المصري في اي مكان ممكن نعملها، انا بيبقى قلبي مقبوض وابقى مرعوب وخايف. ليه يا عم المغازي؟ لان الاكلات دي طبعا بالطعم امهاتنا ربنا يديهم الصحه طبعا اللي عايشين واللي توفاهم الله، ربنا يرحمهم ويرحم موتانا. الاكله دي اللي هي زي السخينه او طاجن اللحمه بالتقليه، الحاجات دي على فكره مهما تمر من الايام والازمان لازم نرجع للزمن الجميل ويقول لك انا احب اكل الصعيد الجميل واكل الريف المصري. السخينه بتتميز بتتعمل بالبصل بتاعنا اللي هو خير ارضنا اللي بنصدره للعالم كله، سواء منه الاحمر او الابيض، ده الاثنين معايا عشان ما حدش يقول لك ممكن نعمل السخينه بالبصل الابيض او البصل الاحمر، ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين لما اعملها بالبصل الاحمر مش هتاخد وقت كبير مني في التحمير، لان السخينه بتتعمل بالرقاق والبصل والمرق، يا اما مرق لحمه يا اما مرق بط وز فراخ، المرق اللي موجود عندك. معانا كمان طاجن لحمه بالتقليه، فين اللحمه يا شفيق؟ اه اللحمه هنا، اختصارا للوقت طبعا عشان وقتنا ده من ذهب على شاشه القناه الاولى، اللحم هنا بيتسلق اختصارا للوقت. وبضرب عصفورين بحجر، العصفور الاول باخد مرق اللحم ده اعمل منه السخينه، واللحم هنا بيستوي بكمل سواه في قلب التقليه اللي هي التخديعه اللي هي الدمعه، دي المسميات بتاعتها في الخليج. وسامحوني في الصعيد المصري والريف المصري اللي بيتابعوني دلوقتي، يا ريت يتواصلوا معايا ويتصلوا، اذا انا بخطا في حاجه راجعوني، لان انا وارد ان انا اخطا، لان قلت لحضراتكم مهما اجتهد ومهما اعمل من الاكلات الجميله من الزمن الجميل مش هوصل لطعم امهاتنا، لان طعم اكل الام لا يعلى عليه وله طعم تاني لانه بيلتمس الحنان والحب اتجاه اسرتكم. انا مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتيره، وانا مرعوب النهارده زي ما قلت لحضراتكم، لان انا جوه المطبخ المصري، مش اي مطبخ مصري، مطبخ الصعيد الجميل وصعيد مصر اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبير. شايفين البصلايه شغال تحمير معاها عينيا، بس انا اقول لك على حاجه برضو، ويعني انت ممكن تعملي او ما تعمليش، هنحط معلقه سكر كده تديني كرمله بسرعه. شفت الجو ده كده؟ ومعلقه معجون طماطم. انا كده بلخبط يعني ولا قولوا لي؟ انا عارف زعلانين، انا عايز اسرع اهو. سيبوني بقى اعيش مع البصلايه دي ياخد لونها كده، عشان البصلايه دي اللي انا هسوي فيها اللحم الكندوز بتاعي اللي مستوي هنا، ومعايا البصلايه اللي متحمره هنا هعملها السخينه بشوربه وبرج اللحم. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لاهل الصعيد وصعيد مصر وريف مصر الجميل اللي بنفتخر بيه. فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف جنب البصلايه الحلوه عشان تاخد لون. شفت ازاي؟ بحط لها شويه شوربه من وقت للتاني اغذيها يعني، ومعايا حطيت معلقه معجون طماطم اللي هي صلصه الطماطم. وشوفونا هعمل ايه دلوقتي، يعني انا بشتغل بطريقتي وزي ما قلت لحضراتكم راجعوني، واعتقد ان هي يعني هتبقى قريبه بقدر الامكان للاكلات او طعم اكلات امنا امهاتنا من الصعيد الجميل والريف المصري الجميل. بقلب كده او ما اعمل ايه بقى، انا عايز اعمل اكلتين دلوقتي. معايا طاسه تانية اهيت اللي انا هعمل فيها الشوربه او المرق بتاع السخينه، والطاسه دي هخليها عشان اعمل فيها طاجن اللحم بالتقليه اللي هي دي. اقوم اعمل ايه؟ اخد شويه بصل من دول كده اللي انا محمره، لان الاكله دي بتعتمد على طعم البصل بالشكل ده كده، واحط شويه شوربه هنا المرق بتاعنا. وبالمفراك، مفيش مفراك خشب دلوقتي، في تطوير وفي دلوقتي تكنولوجيا بديل للمفراك، حاجه كده خفيفه اهوت. عجينه الكريب دي، ميه، بيضه، قليل من الحليب، بيتضربوا في قلب الخلاط، بتاخد فانيليا، بنخليهم على جنب لمده 10 دقايق. نبدأ إن احنا نعمل إيه كذا واحدة، نحشيها لحمة مفرومة، نحشيها موز على قولتك على الطريق إخواننا السوريين،
انا عملت ايه دلوقتي بالمفرك ده؟ طبعا الحداثه بتاعه المفرك حاجه سريعه كده. الميزه وانا بشتغل بالموضوع ده ان انا بهرس البصل هنا نص هرسه، باخد منه الناعم والخشن، علشان هنا مش عايز البصلايه شخصيتها تروح مني، تبان الخشونه بتاعتها. هو ده الفكره اللي انا عايز اوصلها. هخليه كده على جنب وناخد الكميه اللي انا عملتها دي كده اهو. بقى عندي خليط من التقليه، باخد دول شويه دي كده اهو. الله، حلو قوي. دي الشوربه بتاعت السخينه، واخلي دي هنا كده وانزل ببقيه البصل ده كده. تعالوا مع بعض. البصل على النار اهو، دي بتاع التخديعه بتاع اللحم بالشكل ده كده. اللحم ده كده اهو، اللحم اهو، اللحم اهو، اللحم ده احطه في التقليه واسيبه يكمل سواه في التقليه. ده لحم اهو استوى تقريبا 3 ارباع سوا، لازم احطه في التقليه ده يكمل سواه اهو. والبهارات بتاعتك هنا ملح وفلفل وبس. الزمن الجميل الحلو ده كده، مفيش البهارات الكتيرة والهبرجة بتاعت البهارات يعني العطار ما نروحش نقول له اديني بهارات كبسة. طب لما انت تجيبي بهارات الكبسة وجارتك تجيب بهارات الكبسة، ما هي الكبسة كده هتبقى واحد. فانت لازم تعرفي ايه البهارات وايه تركيبتها عشان تعمليها في البيت. تزودي القرفة شوية، تزودي الكركم شوية، وهكذا. ادي اللحم بالتخديعة او بالتقلية اهو، الاساس بصلة هنا، واسيبها على النار كده عشان احطها في طاجن دلوقتي، واحط عليها كده قرن فلفل حار وادخلها الفرن تاخد لون. دي التقليه. اللهم صل على النبي، تاكل حته اللحمه تاكل صوابعك وراها، تخاف على صوابعك. وادي البصلايه بتاعه السخينه، وعندنا الرواق جاهز هنا كده. نوسع بقى علشان نغرف السخينه اول حاجه. اللهم صل على النبي. ممكن مطبخ بسيط وسهل، ولكن الطعم له مغزى وشكل تاني ومعنى تاني. ان احنا البصل بتاعنا ده بنستغله في اكلات جميله جدا واخده الطعم المصري الاصيل. عشان كده لما بنروح بره ونسافر الاكلات دي بتعيش جوانا. بس ممكن اعمل حاجه حلوه يعني، اخد الخلطه دي كده. بص معايا كده، مخرجنا، حبايبنا، فرسان التلفزيون بس تقليه. يا ويلي يا ويلي، هنخلي دول كده ومعانا طاجن حلو زي ده كده اهو، ونحط اللحمه دي في الطاجن. يا ويلي لحم بالتخديع. بس انا معايا حته سمنه بلدي. الله الله. يلا، لا مفيش رجيم، الاكله دي مالهاش علاقه بالرجيم خالص. خلي بالك حته لحمه بقى مستويه واخده الطعم والبصله. الله على الريحه، الله على الريحه. والله انا ما عايز امشي من جنب الطاسه، مش عايز امشي من جنبها. حد يمشي من جنب النعمه الحلوه دي كده. حطها في برام دلوقتي، او نحطها في برمه، ايه رايكم؟ جمع برام، كل واحد ياخد البرام الصغير بتاعه. اللهم صل على النبي. كعين اهو 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 اهو، بتتكلم مصر والله، لانها معموله بالبصل المصري. شفت حته اللحمه؟ شفت حته اللحمه نازله فرح؟ طاجن اللحمه يا فندم، انزل يا فندم بمقاديره يا فندم، انزلوا بمقاديره يا اخوان. اهو 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 اهو، ما هي الاكله طلعت مع بعضيها كلها اهو. مقاديره على الشاشه، وانا معايا مخرج شاطر هننزل بالمقادير بتاعته زي، مش هشيله من مكانه اهو. عيني اهو اهو، مقادير طاجن اللحم بالتقليه. مخرجنا عايز يحطه في مكان حلو عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى اهو. ده مكان اهو، وهقطع ارض فلفل كده حلو عليه معايا اهو زي الفل. اللهم صل على النبي. ده مش حار قوي، خلي بالك، نقطعه على الوش كده. اللهم صل على النبي. ايه الصوره الحلوه دي اللي طالعه من الطاجن دي اهو؟ المقادير على الهواء، لحم كندوز ضاني مش هيقول لا، معانا بصل، ملح وفلفل، ومعانا سمنه بلدي وطماطم اللي هي معجون الطماطم، ومعلقه سكر وملح وفلفل اهو. بسيطه خالص، وهزينه بالفلفل الحار ده كده اذا جوزك بيحب. ده مش حار قوي على فكره، ده هادي خالص وامن يعني اهو. وندخله الفرن بقى ياخد لون حلو كده اهو.
يعني يخش الفرن تقريبا 10 دقايق، الفرن يكون درجة حرارته عالية زي ما هو كده، ونمسح الطاجن ده عشان يطلع شكله حلو. لا السخينة كده خلاص يتاكل كده، دي يا باشا تغوص جواها بالمعلقة بألف أنا وشيفة زي الست مقالة الطيبة، ناكلها بإيدينا أهي، اللي هو الخبز المتشرب. هنحط دي في الفرن كده زي الفل. اللهم صل على النبي. عدل الأكل ده يا شيف بقى، بصيلي على الطاجن ده كده نظرة حلوة كده، وأنا مش همشي جنب الفرن، حتة اللحمة حتة ملبسة واخدة طعم الصعيد الجميل. عايز أشوف طاجن اللحمة. لا ده أنا مراهن عليه ده يا غالي، ده أنا ما أقولكش أهو حاضر هطلعه، مراهن عليه ده بعد ما نخلص. يا فندم أهو هحطه هنا جنبي علشان أستمتع بوجوده. طاجن اللحمة بالتقلية، اللهم صل على النبي. الميزة أنا حتة اللحمة غرقانة حب، حتة اللحمة غرقانة حب. الله جيب لي التفاصيل والنبي يا شفيق، انت بتحبني انا عارف. ايه الجمال والحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. وسع كده، اللهم صل على النبي. تمام. النهارده حبيت اخش المطبخ الصعيدي، وزي ما قلت لحضراتكم رجل ورا ورجل قدام، خايف لان انتوا عارفين الطعم الصعيدي والمطبخ المصري بالذات له مذاق خاص جدا وما نقدرش ان احنا نحرف فيه. عملت السخينه وعملت طاجن اللحمه بالتاليه، وعدل الاكل ده معانا شويه رز مصري حلوين على السفره منورين، حلوه شويه رز مصري حلوين على السفره منورين. دي بتاعتك انا عارف انت عايز زواده. حاضر اهي هنخلص ودي احنا ايه نستمتع معاه. حلو الكلام. وعملت طبق سلطه لطيف وجميل، وطبعا عايز اقول لحضراتكم بعد الحلقه ما بتخلص مباشره احنا لنا لقاء مع بعض من خلال السوشيال ميديا، بنقعد برضو ندردش شوية. اللي ما قدرتش أشرحه وأوضحه وأنا شغال على الهوا بنشرحه ونوضحه مع بعض في اللايف إن شاء الله. ومعانا السوشيال ميديا، حط الأسئلة بتاعتك، ومعانا فريق السوشيال ميديا بوجه له تحية كبيرة للمجهود اللي بيعمله. بناخد الأسئلة دي وبنجاوب عليها وإحنا قاعدين ندردش مع بعض، بنبقى براحتنا. شربت حاجة سخنة، شربت العصير، وبألف أنا وشفا. رؤية فن إبداع النهاردة من الصعيد الجميل وصعيد مصر وريف مصر اللي بنوجه له تحية كبيرة من شاشة القناة الأولى. منين يا أبو غازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.